هذاك الجدارمي اختي راه من لحمي دارت لهم العرس. انا وقف ليا باللبسه ديالو، ما عمرني ما ننسى داك النهار. وعلى ما بخيلك ركبي وفوتي المحكمه لديك الشيء، انا هربتهم على هاد العائله اللي ما كيشرفنيش. عيطت لي اختي الكبيره فهمتي، حتى جمعوا الغله. كنت انا اللي هزه لها البركه دير 76000 ريال، حيت عارفه راسي انا ديال الفلوس. وكنت ما كنهودش انا لدرب السلطان حتى يكون عندي. هبطوا ذهبي ديال الاماراتي، خلاو لي على الكراطن فيهم السميه ديالي، قالوا لي بديعه فيها كورونا. انا ما عمرني ما جاتني كورونا، راه تكوين عصابه اجراميه. وتصور حيدوا لها حتى الخاتم ديال المارياج، كتحيدوا ماما غير بالصابون. دخلت اخويا لقيتها منفوخه، المراه شابعه موت. كيف قالت لي اختي الكبيره مؤخرا، قالت لي راكي والده الزين، سير بيعوا من الحواله. متابعي جريده الصوت الاهداف، معكم في الجزء الثاني من قصه بديعه. بديعه وابو لهب. بديعة كيف ما قلتي لينا، ابو لهب، ابو لهب الشخص اللي دمرك، الشخص اللي سببك في المعاناة ديالك من صغرك، يعني مني كنتي في الخامس. هو السبب الرئيسي، حيت ما بغاش يعطي الوالدة الورد ديالها ديال باها وامها، هو السبب الرئيسي في تدميري فهمتي، هو السبب الرئيسي. من ورا ما دمرك في الصغر ديالك، دمرك حتى في الكبر ديالك. ملي كبرت، ملي كبرت ودابا عام فات وهذا نص عام دخلت فيه وانا باقا في دار الوراثه فهمتيني، دمرني بكل معنى الكلمه، حيت التهديدات كاملين ديالو دارهم. العام اللي فات يمكن لك تحكي لينا عليه، كيفاش بدات هاد القصه عاوتاني مع ابو لهب؟ العام اللي فات انا من داك العهد ما بقيتش شفتهم، ما بقيتش، حيت انا هربت بنياتي فهمتي، تبارك الله خمسات البنيات وليد، انا هربتهم على هاد العائله اللي ما كيشرفنيش، ما كيشرفنيش انا نكون من هاد العائله. كنهضر على هاد ولاد القضاة والقياد، انا ما كيشرفنيش. انا الحاجه الوحيده كوارثه شرعيه من حقي، من حقي انني نورث وعندي ما يثبت، هادشي اللي بيني وبينهم. انتي عندك حقك في الورث ومن حقك تورثي، ولكن اش طرا لك في قصه الورث مع ابو لهب؟ انا الحمد لله كنت في محالي، ما ساكنش معاهم، بنياتي تبارك الله كبروا. العام اللي فات عاد شفتهم من اول وجديد، بعد سنين عاد شفتهم من اول وجديد. عيطوا ليا، عيطت لي اختي الكبيره فهمتي، حتى جمعوا الغله هنا وجمعوا. انا كنت كنجي عند ماما، وكنت انا اللي هزه لها البركه دير 76000 ريال، وعندي ما يثبت انني انا اللي متحمله المسؤوليه ديال ماما وتلاج ماما. كنت كنموت فيهم وضروري كنقسم انا وياها، ما نخليهاش بلاش ضروري، حيت عارفه راسي انا ديال الفلوس، انا ديال الفلوس، انا عارفه يعني اللي دعوا معايا عارفه انهم بغاو غراضهم مني. وكنت ما كنهودش انا لدرب السلطان حتى يكون عندي، الا ما كانش عندي ما نهودش، حيت ما كنقدرش انا نشوف دوك الشوفات الناقصين فهمتي، كنهود محمره الوجه. صافي غبرت شي ايامات تقريبا شي 15 يوم، جاو هما، كانت هنايا مرت الجدارمي مع كامل احتراماتي للجندارم المحترمون، كانت هنايا، كانوا خواتات الجدارمي جوجات، كان هو جاب الطوموبيل ديالو وحطها في الكراج لتحت عندنا في هاد الدرب، وهبطوا الالكترونيات، هبطوا ذهبي ديال الاماراتي، خلاو لي على الكراطن فيهم السميه ديالي، وخداو الذهب ديال ماما، خداو كلشي داكشي اللي كاين، البيسيات كانت ماما حطاهم هنا، التلفازه كانت سينمائيه في الصالون هبطات فهمتي، كاع الحاجه اللي كتجيبو، شي تحف غاليين، شي زرابي غاليين، شي مانطات باقي في البلاستيكه ديالهم كانوا فوق الماريو مستفاهم ماما للضيوف الا جاو، هبطوهم يعني داو داكشي كامل الغالي هبطوه للطوموبيل. وماما هنا كتموت من الجيران، وعندي ما يثبت من الجيران كيتشهدوا لماما، قال لها عيطوا البديعه رمكم كتموت هنا في هاد السداري هنا، قالوا لي بديعه فيها كورونا. انا ما عمرني ما جاتني كورونا فهمتي، وهما دايرين خطه تيكملوا داكشي ديالهم،
راه تكوين عصابة إجرامية على تعدوصي أنا بما يرضي الله. كوني في دولة الحق والقانون ودولة مسلمة حاميها صاحب الجلالة نصره الله، راه تكوين عصابة إجرامية. تماتت ماما وشبعت موت، وتصور حيدوا لها الخاتم ديال المارياج، كتحيدوا ماما غير بالصابون، عندها مشحول هذه يعني اعوام وسنين وهذاك الخاتم عندها، ودايره ديما دبليج ديال الذهب، ودايره طوينكات تمن هادو حيدوهم ليها، تمن حوايجها ملي ماتت ما حيدوهمش ليها، خلاوها بحوايجها، لقيتها بداك البيت مليوحه مغطينها بليزار وحوايجها باقا لابساهم، هما حيدوا لها عرق شطوها كشطوها، داو ليها كلشي في كلشي، ولاحوها تم في البيت وغطاوها بليزار. وخواتها الجدر مي كاينين جوج، وكاين هو وكاينين ولادهم، فهمتي، وكاينه اختي الكبيره وكاين ولدها وكاينه مرتو، هادو لقيتهم هنا ملي جيت. عيطت لي تسالاو ونضاو، عيطت لي اختي الكبيره قالت لي اجي راه ماما ماتت. جيت كنجي نجري من طريق جديده، انا ساكنه في طريق جديده، جيت كنجري اخويا، وصلت هنايا ما لقيت ما كانوا العسيله ولا مع داكشي ديال كورونا، دخلت ديريكت البيت قلت لهم كيفاش راه ماما انا خليتها صحيحه، وفعلا ماتت صحيحه ماما، ماما ماشي مرضت شي مرضه خايبه ما بقاش كتهز لي يد رجل، لا فهمتي، تبغات تموت وناضت الطواليت وقالت لهم وضيوني، فهمتي، هما كيعاودوا وانا كنسمع من بعد. دخلت اخويا لقيتها منفوخه، المراه شابعه موت، فهمتيني، ومغطينها بليزار. صافي ما عند الميت ما يدير قدام غسال، وانا تسلمت. امتى بديت كنعرف اشنو واقع واشنو كيروج؟ دازت يومين تدفن الوالده وانا بقيت هنا، دفن الوالده وجبت ولادي انا جلسوا معايا هنايا، فهمتي، حيت الوالده ماتت وهادي خصهم يحضروا. جبت بناتي اول مره، بناتي انا غنجمعهم في الدار حيت ما واخدين الا حنان ديال الامي ما اللي هي امي، ما واخدين ديال كيف ما قلتي انت من بعدها مع هاد العائله. من بعد انا هربانه حيت دار الفساد، انا هربانه ودار اراء ودار الفتيخ. انا هزيت بناتي وكنت خايفه عليهم وكنت مريضه بيهم، كنت مريضه بيهم ديال بصح، كبرت انا وياه وصحابات الحوايج كنلبسوهم مع بعضياتنا. حنا كيف ما كنقولوا حوته ما غتخان الشواري، يعني هاد الجندارم يقدر يكون حاله خاصه، حيت كنعرفوا الجندارم وكنعرفوهم مزيان، عندهم كفاءات كبيره طبعا، وعندهم اشخاص اللي الله يعمر لهم دار. من طبيعه الحال، من طبيعه الحال لهم مني كل الاحترام والتقدير، من بنبر درب السلطان طنطان، خويتكم بدعدع تحييكم. انا كنهضر على الجدارمي راجل اختي، لانه لدرجه انا كنقول لي اعطيني ما يثبت ان الفيلا اللي في شيشاوي بسميتك، اعطيني ما يثبت ان الارض اللي كاينه هنا بسميتك، اعطيوني ما يثبت. قال لي اللي في جهدك جري، ناض وقف لي باللبسه ديالو، ما عمرني ما ننسى داك النهار، وقف لي هنا وسط دارنا باللبسه ديالو، ملي قلت لي اعطيني ما يثبت قال لي ما غنعطيك والو، وعلى ما بخيلك ركبيه وفوتي المحكمه لديك الشيء. ناض ولده الكبير قال لي اشنو دابا ندير فيك، شرع يدي كان باغي يضربني هي فاش تسيفت عليهم. قلت لي شوف جوج كلمات غنقول لك، مني قال لي جمعي باكطاجك، قال لي دابا جمعي باكطاجك وهزي بناتك وخرجي، بغينا نسدو الدار، وكلشي حاضر لهذا الشيء، كلشي خواتات ومرتو اختي الكبيره ولد اختي مرتو وكلشي بولادهم، كلشي حاضرين ودوروني ديال بصح وسط دارنا، وانا نوض نجمع الوقفه. قلت لي اسمح لي الله يجازيك بخير، انت اللي غادي تخرج، هذه دارنا ما خلاتكش ليا ماما كوارث. مني شافوني خرج فيهم عيني وما لقيت لا ذهبيله والو، عرفت صافي، عرفت البالون باش منفوخ. في الاخر بقيت صابره صابره صابره، ولكن عرفت الفيلم صافي، وانا نوض لهم. قالت لي انا وارثك، مرحبا بك سيري شدي بيت. نقزت الاخرى تاهي قالت لي انا وارثك مرحبا بك، ولكن ولادك عساره وانا عندي البنات ما يجلسش هنا، حيت هو هذاك الكبير كان خدام في بنك هنايا، وكان جالس مع الوالده مؤخرا تتخرج، حيت هما بن سليمان داكشي بعيد عندهم، هنا القرب ولا هنا راهما اللي فاتخينها، راه كتاخذ من عندي انا وكتعطيهم هما، راه فاتخينها، راه كبرات لها الولاد، راه انا هذاك الجدارمي واختي
راه من لحمي دارت لهم العرس ونكروا الخير نكروا الخير اخويا. تقول ما عرفتش ديت لهم غير انني بعدت من الفساد وهزيت بنياتي ومشيت، ما بغيتش نكون معاهم، حيت الا كنت معاهم كيف قالت لي اختي الكبيره مؤخرا، قالت لي راكي والده الزين سير بيعو من الحواله. قلت لها ولفتوها وداك الشيء اللي درتو ليا، واخا كيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه، نتوما خليتوني فقدت بزاف ديال الاشياء، ولكن انا عطيت لبناتي داك الشيء اللي فقدتوني فيه. قلت لها بناتي غيعيشوا معززات مكرمات وما غيتباعوا، ما غنخدمهم والو. الدليل على هذا الشيء انا بنتي الكبيره اللي صغر من الكبيره دايره لها ديبلوم ديال الفندقه، ونهار قالت لي ماما نخرج نعاونك، قلت لها لا غتجلسي وانا اللي غنجيبها من فم السبع. وكاين عندي ما يثبت ان السير الله يجازيه بخير رشيد الله يجازيه بخير كان عايش في السعوديه، الله دخل هو اللي كان كيمزططني وكان مره كيصيفط ليا، فهمتي اخويا؟